خلينا ناخد نموذج مثلا الفستان بتاع الخرسة، فين شاوريلي وانا اقوم اجيبه كده لا نشوف. هو يمكن تاني واحد كده جلابية كده مقطعة و لا مش دي هناك، لا هناك افتكر كده، ده لا ده عالم عيالي. اخر اه ده 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 اه ده وفي المنديل بوية بتاعته كمان، شوف مقطع والمنديل. المنديل فين مش عارفة بقى. انا كنت جايباها حاطينه في الشنطة يعني، شوف ده ده وده عشان ده نشوف. ده محتفظة بيه من سنين طويلة يعني، اللي عايز ياخده ذكرى وخلاص، انما هو تبرع، انا متبرعة بكل حاجتي بكل حاجتي. ما هو انت بتتبرعي، لكن يعني النظام المعمول به دائما انه الناس بتيجي في هذا اليوم ايوه وبيدفع اموالا في هذا الفستان، ايوه ويبقى عنده اقتنى فستان فيلم الخرسة ايوه الشهير، ايوه وبيبقى عنده بيحبه ده يعني، ايوه مظبوط وبيدفع مبلغا كبيرا من المال، بيبقى لصالح صندوق تحيا مصر يعني. يا ريت، انا يعني هو بتمنى. خليني أذكر الناس بفيلم الخرسة وبالفستان ده تحديدا يعني. اوكي. من أهم كلاسيكيات السينما المصرية، والمشاهد دي دايما بتقترن في أذهان الناس لأن بنعاني فيها في الواقع المجتمعي يعني. الخرسة المغلوبة على أمرها، ضحية الاعتداء الجنسي بهذا الشكل، والفستان اللي بيعبر عن المشهد ده يعني، اللي هيحتفظ بيه هو بيحتفظ بقيمة فنية وبقيمة أدبية كمان يعني، لأنه العمل بيمزج ما بين الأدب والفن يعني. والفستان متقطع. فضل كده خلاص ما صلحتوش. يعني أثار مشهد الاعتداء هو فضل كده خلاص. موجود عليه. ده من الفساتين اللي هتكون موجودة في في العرض ان المزاد. شاء الله. طيب مدام سميرة هنا كمان، وانا عايز بشوف معاك الفساتين المختلفة ده، أيوة. بس ده عددها كبير. كم مثلا، كم بتاع 400 500 كده تقريبا يعني. 400 500؟ والله بس كتير، كتير. ويحتاجوا يعني اللي عايز ياخد يعني عرضهم اللي موجود عرضه وكل ده هيتم عرضه يعني. ان شاء الله. طيب هيبقى إيه لو شفنا طبعا فيلم كمان من الافلام الشهيره جدا اللي التصقت
بيكي البنات والصيف يعني. الجلابية الخضراء دي ده الجلابية الخضراء نجيبها. دي بقى انا كنت في المشهد ده مع الاستاذ حسين رياض والفنانة كبيرة فردوس محمد، كنا على البلاج انا والولاد وكده. ده واحتفظت بيه زي ما هو كده. احتفظت بيه زي ما هو، زي ما هو، حطهم في شنط كده وشايلهم. ده كمان هيبقى موجود يا جماعه في المزاد، كل ملابس سميرة احمد في معظم افلامها هتلاقوها موجوده في المزاد في نادي الجزيره يوم 13 اكتوبر. اذكركم بس بالمشهد في فيلم البنات والصيف. بنات الصيف شويه. منين يا محمد؟ يا شيخه هو الواحد لحق يهضم الفطار؟ هو هوا البحر بيخلي حاجه. خد دول علشان خاطري. هاتي والنبي ده كحك يرد الروح. خد يا ميم، خد يا سمير، تاخدي كحكه يا فتحيه. طب يا ست كتر خيرك. ما تاكلي يا بنت. معلش يا سيدي هاكلها كمان شويه، اصل ما عنديش نفس. مالكيش نفس للكحك؟ امال لك نفس لايه؟ للفجر، للطين، للوحل. قومي يا فتحيه خدي ميمي وانزلي بالبحر. حاضر. اقوم انا كمان اتمشى يا ماما. تتمشى تروحي فين؟ استني هنا، ما تروحيش بعيد، خليكي قدام عينينا. حاضر. اوعي تسيبي الواد من ايدي. حاضر. اقعد هنا يا سميمي وما تتحركش، اوعى تروح بعيد، اقعد العب هنا. صباح الخير يا فتحية. صباح النور يا سحسنين. يعني ما شفناكيش امبارح يا فتحية. والنبي ما قدرتش يا سحسنين، اصل الافندي بتاعنا لما بيقعد في البيت بيكتم نفس كل اللي فيه. ده باين عليه يا فندي كشر ومعقد قوي. يعني ما لقيتيش الا الناس دول اللي في الشغل عندهم؟ هما بيدوكي كام؟ 250 قرش. ها؟ 250 قرش؟ حد اليومين دول بيشتغل بقروش؟ تعالي وانا اوديكي عند ناس يدوك 4 جنيه، وكل سنه يزودوكي جنيه. زي ما انت عايز يا سحسنين. انما والنبي الست بتاعتنا طيبة قوي. المهم هنشوفوكي النهارده بعد الظهر ولا ايه؟ ان شاء الله. انا هنزل اجيب المكوى وهبقى افوت عليك. طب اما نشوف. خدي مني يا سحسني، ده انا اللي عاملاها بايدي والنبي. من يد من اعدامها يا دوحه.